هلا رمزي. ايه مالك قاعد ليه كده؟ انت بتشوحني؟ معلش بقى دول عشان انا عندي اكتئاب عاطفي. يعني عندك اكتئاب عاطفي؟ ايه ده على اساس ان انت بني ادم بتحس يعني؟ ماشي ماشي يا دول، انت دايما بتقعد تستهون بيا كده. لكن خلاص التماثيل دي تشهد عليا، ياما حكيت لها عن الامي، ياما اشتكت لها عن حبي، وياما كلمتها عن ظلمك ليا. انت مين التماثيل دي؟ اخترت دول بالذات من كل البازار اللي هو لا ارى لا اسمع لا اتكلم؟ اتريهم ما بيردوش عليا. وبعدين انت شكت لهم مني ليه يعني؟ انا ظلمك فيه؟ انا وعدتك بحاجه وخليت بيك يعني ولا ايه؟ ايوه يا دول ايوه، تقعد بقى تاكل بعقل حلاوه كده. انت مش فاكر من 5 سنين لما وعدتني ان انا اروح جمص اللي انا بحبها وخليتني اقعد اسبوع اقعد انفخ في الكاوتش بتاع العربيه علشان اعوم هناك، وجيت خليت بيها ما وديتهاش ليا؟ طب يعني لو هو ده اللي مزعلك يا سيدي، اوعدك يا دي رامز هصفرك مع اول اجازه ان شاء الله اوديك جمصه. لا يا دوله لا، بص يا جمصه خلاص ادمت بقى خلاص، انا عايز بقى اسافر اوروبا. مين سافر اوروبا؟ انت سافر اوروبا يا ابن اوروبا؟ مش هترضى. انت عارف هي فين اوروبا دي اساسا؟ ايوه دول اللي هي بعد جمصه دي يعني. ده بيقولوا هناك ايه، البحر حصيره يعني، ممكن تحط رجلك كدهون وتبقى شايف السمك وهو عمال ياكل رجلك. سمك بياكل رجلك؟ ده نفسه حلو قوي السمك ده. مساء الفل يا جماعه. ما عندناش بضاعه، قافلين قافلين. قافلين؟ انا اعرفك طبعا. انت ايه مش عارفني ولا ايه يا عدوله؟ سنة شوقي طلبة. ايوه حبيب قلبي حبيب قلبي. شوقي ازاي عدوله؟ عامل ايه يا شوقي طلبة؟ ها خلاص بقى، انت ما بتنساش ولا ايه؟ لا بقى يعني ايه دول؟ انت تعرف شوقي ده؟ امال يعني بسلم عليه وبحضنه عشان ايه يعني؟ اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل. تعال خد 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 تعال. اتفضل يا شوقي اتفضل. حبيبي عادل ليك وحشه والله. الله يخليك يا شوقي يا سلام. اصل شوقي ده كان معانا من زمان في نفس الكار بتاعنا يعني، بس ربنا كرمه بقى وسافر بره بقاله فتره طويله. ها كان عنده عيب كده. ها خلاص بقى عادل. احكي لي يا دول احكي لي. احكي لك ايه؟ بص يا سيدي، كان عنده بقى المشكله الاساسيه على طول عامل دماغ، فاكر؟ بس خلاص بقى الحمد لله ربنا تاب عليا وبقيت اصدر الدماغ. يا طب دوله ما تخليه يصدر دماغي. دماغك انت تكسر الدماغ يعني؟ احنا لو صدرنا دماغك في بلد في العالم هتاخد دماغك؟ لا طبعا. صدرها ازاي؟ هو مين الاخ يا عادل؟ ده رمزي يا سيدي، شغال معايا هنا في البازار وخارب الدنيا. خارب بتضحك. اهلا وسهلا اهلا وسهلا حبيبي عادل ليك وحشه بجد. الله يخليك، بس انت بطلت خلاص يعني؟ خلاص بس يعني لو كده ولا كده ماشي الحال. وكنت شغال فين بقى؟ في اوروبا فعلا؟ اوروبا دي تحفه تحفه، والدماغ فيها ابو العبيد. دول والنبي دول خليه بقى يسفرني اوروبا بقى، عايز اسافر اوروبا. بص مش عايز دوشه، انا ما صدقت لقيت الراجل ده عايز اتكلم معاه شويه. ها مش عايز دوشه. يا 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 تربه يا يا اخي، كل ما افتكر الاسم ده اموت من الضحك. خلاص بقى انا خلاص دلوقتي ربنا فتح عليا وبقيت شغال في الاستيراد والتصدير. يا سلام. بصدر اي حاجه وبستورد اي حاجه تجيب فلوس. ما شاء الله. طب وانت جيت بالصدفه كده يعني عندنا هنا اول بازار ولا جاي قصدني؟ لا ده انت على طول على بالي يا عادل. طب ده انا طول ما انا ماشي في شارع الشانزليزيه بفكر فيك. دوله هو فين شارع الشانزليزيه ده؟ عارف ميدان التحرير؟ روح استناني هناك. والله عادل بالمناسبه انا كنت جاي لك كده عشان كنت جايب شويه عينات يعني للزباين، فكنت عايز اشيل البضاعه عندك هنا في البازار. ايه ده معقوله تخزن البضاعه عندي هنا في البازار؟ لا 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 دوله لا، تخزن ايه في البازار؟ مفيش يا عم الحلو، كل التماثيل شغله هنا والبازار، حتى المخزن مفيش فيه حته غير الزغنطوطه كده اللي انا بنام فيها بس يا دوله. بس انا مش عايز غير الحته الزغنطوطه دي، اصل هم كلهم 5 6 كراتين عادل، وبعدين يعني ده انا اخدهم على طول في 3 4 ايام. كراتين ايه هي؟ كراتين شوكولاته. لا لو شوكولاته خلاص انا اساسا ممكن استغنى عن رمزي نفسه، مش الحته الزغنطوطه اللي بينام فيها. كده كده دوله كده دايما تقعد تستغنى عني وعن خدماتي. ماشي ماشي اعمل اللي انت عايزه. ما انا بعمل اللي انا عايزه. براحتك يا دوله. ما هو براحتي يا ابني. خلاص عينيا ليك يا شوقي، هات البضاعه اللي انت عايز تخزنها كام يوم كده وخلاص. حبيبي يا عادل انا مش عارف اقول لك ايه، بالمناسبه دي يعني انا عايز اجيب لك علبه شوكولاته كده هديه ليك وللبيت وهتعجبك قوي، الصنف اسمه اسألني على الهوا فلا تجدني. يعني جايب لي الشوكولاته والله كتير كده، ده كفايه بس ان انا شفتك يا عم. حبيبي عادل هجيب الحاجه من العربيه واجي على طول عشان نخزنها. طيب ماشي تسلم.
دولا، وانت مش هتديني بقى من الشوكولاته دي؟ ليه؟ مش انت بتقول ما يخزنش حاجه هنا؟ اه. طيب هيبقى انت ينفع تاخد شوكولاته؟ لا. مساء الخير. جامي بجد حد يتاخر في يوم زي ده يا عادل؟ يعني ايه يوم زي ده؟ ما عادي يعني زيه زي اي يوم يعني. لا مش زي زي اي يوم. انت عارف النهارده ايه؟ النهارده عيد جوازك انت ورانيا، وانت عارف كويس قوي ان الستات بجد بتتضايق جدا وبتزعل لما الراجل بيعملها اهمالات في اليوم زي ده. يعني انا عايزه اقول لك، البابا بتاع رانيا عمره في يوم زي ده كان بيخرج ويسيب اوضه النوم. تلاقيه كنت بتحبسيه في الاوضه وتقفلي عليه بالمفتاح عشان تجبريه انه يحتفل بعيد جوازك. شات اب يو، انت ايش فاهمك في الحاجات الرومانسيه دي يا حبيبتي؟ عشان كده الطفشان بتاع الرجالات بتاعتك كلها كانوا بيجروا منك. ايه الكلام الفارغ اللي عماله تتكلمي فيه ده؟ الجواز ايه وخيبه ايه؟ طب انا وابو عادل عمرنا ما احتفلنا بعيد جوازنا. يا ماما، هو انت في زيك؟ انت من الجيل القديم. ايوه حبيبتي. الجيل المحترم اللي كان بيهتم بس بتربيه اولاده وملوش في الحاجات التافهه الهايفه دي. تافهه حبيبتي انت اللي 60 تافهه كمان. انت ما انا بقول لك انتوا ناس بلدي وما تفهموش في رومانسيه ولا تفهموا يعني ايه عيد جواز. بس 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 خلاص ماما حماتي سناء، كفايه بقى كفايه بقى. يا رانيا فين؟ رانيا جوه بتجهز يا ابو ياسمين. كل سنه وانت طيب. مين قدك يا عم؟ عقبالك يا نجلاء، ونخلص منك بقى وتمشي. يعني اقصد تتجوزي يعني وتمشي؟ يسمع منك ربنا اخويا. مالك يا اختي ملهوفه قوي على الجواز كده ليه؟ يا فاشله، كان ليكي فرصه وخدتيها خلاص. مالك يا حبيبتي، لا تعايريني ولا عايرك، الهم طايلني وطايلك، متطلقين زي بعض. بس انا طلعت متطلقه يا حبيبتي سولو بطولي، ما طلعتش معايا شر الشرور عنطر. ايه الاحتفال العظيم بعيد جوازي ده؟ في ايه يا جماعه؟ بيبي كل سنه وانت طيب يا روحي. وانت طيبه يا رانيا، وانت طيبه، يعني ان شاء الله تبقى سنه جميله باذن الله يا رب. النهارده عيد جوازنا بقى. يا ترى ايه بقى السربرايز اللي انت عاملها لي؟ سربرايز؟ في واحد صاحبي هيجي يحتفل معانا بعيد جوازنا. الله، دي هديه حلوه قوي الحقيقه بعيد الجواز. صاحبك جاي يحتفل معانا؟ لا اصل انت مش عارفه، صاحبي ده بقى له فتره طويله قوي في اوروبا ولسه جاي مصر. ايوه، يبقى الهديه 2 تيكت لاوروبا. بليز يا عادل، انا نفسي اشوف اوروبا بجد. انا مش فاهم ايه حكايه كل الناس اللي عايزه تسيب مصر وتسافر اوروبا دي؟ ما احنا عندنا شرم الشيخ يا جماعه. شرم الشيخ؟ حوش حوش، هو انت بتاخدنا حته؟ اخدك فين؟ مش انا اللي باخد يا ماما، ربنا اللي بياخد. يلا ادخل بقى اوضه النوم، هقعد بقى جوه. يلا. ايه اللي في ايدك ده يا عادل؟ دي شوكولاته جابها لي صاحبي، في حاجه ولا ايه؟ اللي تريجانتي صاحبك ده بجد. ايه يا عادل؟ ايه يا حبيبي؟ انت كل حاجه تجيبها وتخش انت ورانيا تاكلوها؟ طب امك فين؟ امك اللي خلفتك فين؟ من وهو صغير يا ماما، وهو طول عمره ما بيحبش الا نفسه، اناني. يا ستي ولا اناني ولا غيره. ادي اتفضل اهو الشوكولاته اهي، كلوها كلها. وانا هدخل انا بقى ايه اوضه النوم، وانا ورانيا مش عايزين شوكولاته كلها. لا 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 لا، اتكلم عن نفسك. انا شخصيا اي لاف تشوكليت، سو اي ويل ايت تشوكليت. خلاص ايتوا انتوا التشوكليت مع بعضيكوا وانا في الروم. ها وانا باكل تشوكليت. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ استني. شيلي تحت رجلك يا سناء، في حاجه بتمشي؟ مفيش حاجه تحت رجلي، ده بينها رباط الجزمه. بجيده طلع لك رجلينتين. انا اسمي نعام. هاتر فين؟ تريف اوضته، اوضتكوا او اوضتنا احنا. موجود. ده ما شاء الله، اول مره الاقيكم بتضحكوا كده، ده ايه الحلاوه دي؟ انتوا ايه؟ ضربتوا الشوكولاته كلها ولا ايه؟ ما سبتونيش واحده. طيب يا سناء. بيبي انا شايله لك 2. يا سلام، ربنا يخليكوا ليا. انا عايزه واحده، عايزه واحده. احسن يجي لك السكر يا مجيده. حلوه. فيها جوز هند. هو جوزها. انت هي هند اتجوزت.
افتحي يا رانيا. افتحي بقى يا رانيا. افتحي يا مامي بقى. اوه على طول طلبطات طلبطات. حاضر. لحد راح يا ماما. ما هي مجيدة فتحت وما لقيتش حاجة. انفيزيبل مان. افتحي يا نجلة. هو عنتر فين؟ عنتر فين؟ عنتر فين؟ عنتر فين بيلعب في الشارع وحد خطفه؟ عنتر اتخطف. عنتر اتخطف. روح افتح روح افتح. بس جيب الجوز هنا. طلبة صاحبي صاحبي وشوي طلبة. كده انتوا شكلكوا قضيتوا على الشوكولاته. حلوه قوي يا طلبه. لا لا ازاي تقولش كده. احنا انا شايله لك واحده. طب انا عايزه واحده عشان الزكة. طب بقول لكم ايه بقى، نصيحه مني يعني، خفوا شويه على الشوكولاته لحسن يجي لكم اوفر دوس. اوفر دوس يا عم، ما تبقاش اوفر. ولا فرد. ده انتوا عيل عسل العسل والله. الله يعسلك. مين الاموره دي؟ دي دي ام عنتر. ايه ده؟ هو عنتر فين؟ عنتر فين؟ عنتر ده. انت اللي مسخره. عيد جواز والنهار. لمي نفسك يا رانيا، احترمي نفسك. بس 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 مش قدام صاحبي كده بقى. يا عادل مفيش صاحب بيتصاحب. مفيش صاحب بيتصاحب. مفيش راجل بقى رانيا. مفيش صاحب بيتصاحب. مفيش راجل. ايه ده؟ ايه الصداع ده؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ هو ايه اللي حصل؟ يا دماغي صداع فظيع يا عادل. دماغي هتتفرتك. رانيا هو ايه اللي حصل يا رانيا؟ مش عارفه يا حبيبي، مش عارفه ايه اللي حصل. انا مش فاكره اي حاجه. لو انت فاكره اي حاجه قولي ربنا يخليك. انا مش فاكر غير ان احنا كلنا الشوكولاته وبعدين جالنا تربه. ده هو تربه. انا عارف ان هو طول عمره خسيس، بس تخيلت ان هو تاب يعني. دي الكلب ما بيتعدلش ابدا يا بيبي. كلب انا هخليه هاو هاو. المهم فين بقيه الشوكولاته؟ شوكولاته ده هي واحده اللي فاضله حطيتها لياسمين وهي رايحه الجامعه. ياسمين انت ازاي تعملي كده؟ اديتي الشوكولاته لياسمين؟ في ايه عادي، دي شوكولاته. لا رانيا يا رانيا، الشوكولاته دي فيها مخدرات. يا مامتي مخدرات يا عادل، مخدرات بتجيب لنا البيت مخدرات. انا ما كنتش اعرف يا رانيا، هو زفت تربه ده جابها لي البازار على انها شوكولاته وقال لي اشيلها عندي. كمان كمان يعني قضيه تعاطي واتجار كمان. انت هتلبسيني تهمه يا رانيا. ايه لبسك لبسك يا بيبي، حرام عليك يا عادل، حرام عليك. انت مش هتخرج منها خالص دي، يعني مش تقول لي يا بيبي حرام. كل السنين دي بتضحك عليا. قول لي يا بابا، قول لي ان انت بتتعاطى مخدرات كنت حبستك في البيت وعالجتك. يا ايه جو في افلام ناديه الجندي دي؟ اهم حاجه دلوقتي ياسمين. ايه ياسمين؟ ايه بابا. ايه يا حبيبتي تعالي. ايه انت كويسه؟ الحمد لله كويسه. يعني مش مدروخه مثلا بتضحكي من غير سبب ولا اي حاجه يعني ولا ايه؟ لا انا بضحك بس مفيش حاجه. إيه يعني كويسه. طب كويس 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 كويس. طب وانت كلت شوكولاته؟ شوكولاته اللي ماما اديتها لك؟ لا ما كلتهاش اهي. الحمد لله الحمد لله ما كلتش. في حاجه بابا؟ لا يا حبيبتي مفيش حاجه. خش انت اوضتك. يا الحمد لله يا رانيا، الحمد لله ما كلتهاش. الحمد لله يا بيبي، بنتنا رجعت بالسلامه. طب انت هتعمل ايه دلوقتي؟ عادي دلوقتي انا بقى وتربه. ما فرجتك يا تربه. لا تجيب لي شوكولاته يا ولد.
انا الزمن هدني ولا حد بيوديني، انا اللي كل جروح من الزمن مجروح، انا مين انا ليه انا مين؟ انت مش عارف انت مين؟ انت رمز. تعال. اه صح انا رمز. طب وانت مين؟ انت مش عارف؟ قوم يلا قوم يلا. معادل يا دولة دولة بقى هتسيبني ليلة امبارح كده لوحدي يا دولة؟ ايه اللي حصل؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت اكلت الشوكولاته دي كلها يالا؟ لا انا مش فاكر يا دولة، بس اللي انا فاكره ان انا اللي رميت الورق ده وكده اهو. رميته كده اهو؟ اه ده كده مصيبة سودة يا ابن الكمية اللي انت كلتها دي، توديك في 60 داهية. ما خلاص رحت في داهية يا دولة، وانا لسه هروح بقى. انا مش اشكال، انا تماثيل ليلة امبارح تقعد تتكلم معايا طول اليوم؟ تماثيل اتكلمت معايا. اه قالوا لك ايه؟ تقالت احلى ولا يا دولة. وقال لك تمثال هوبل ده عامل معايا عمايل ايه؟ ما تتعملش. انت وصلت الهوبل؟ آه. اللي هو بتاع ايام كفار. عشان كده بقى دولة؟ اه انا فكرت. عملت ايه؟ فكرت بقى دولة وكسرته. كسرت ايه يالا؟ كسرت التماثيل اللي جوه، خليت اكبر حته فيهم قد النملاه كده اهو. انت كسرت التماثيل اللي جوه يا ده رمزي؟ يا دولة دول يا عم دول الاصنام يا دولة، وكان لازم يحصل معهم كده من زمان. كانوا مستنين الفارس اللي راكب على حصانه ويمشي بقى شي حايس. انت حماره بقى. لا انا الفارس يا دولة، انا الفارس اللي جيت لهم بقى وكسرتهم لهم. بس يا رمزي انا لولا ان انا عارف ايه اللي حاصل لك بالظبط انا كنت مرمطتك دلوقتي. انت مش ملاحظ ان غبائك ابتدى يبقى فيه ضرر عليا منه؟ بس سيبوه صاحبي. تعالى ده انا بنقذك يا عم. ايوه تعالى بنقذك. اقعد يا رمزي اقعد. منك لله يا تربه. انا الزمن في الموبايل. خد يا دول. مش انت بتاكل شوكولاته تاني؟ هي دي خلاص دي اللي هتجيب لك الموبايل وهتجيب لك الواد صاحبك اللي هو الموبايل اهو. خلاص ما تاكلش شوكولاته تاني. طلبة بقول لك ايه؟ طلبة ما تيجي تاخد الحاجه بتاعتك يا طلبة. ايه امتى طيب اجي اخدها؟ تعالى بسرعه جدا لان انا محتاج المخزن كله. طب انا ممكن ابعت لك بكره مع ال انت بترد عليا؟ انت بني ادم؟ ايوه من بكره. انت بني ادم؟ دول انت بتلعب في التليفون ليه؟ معلش دول ما انا اكلت تاني. دول ما تاكلش تاني. بس يا ضياء خالص. لا بقول لك ايه، وطي صوتك معايا. ها انت مفكر نفسك ايه ولا مستخدر نفسك ولا ايه؟ رد على ده هديك بضهر ايدي والله. حاضر. ورا رمز في ايه؟ عايز اشوف يشرب حاجه ولا ايه؟ تشرب حاجه؟ لا اتفضل. انت عارف يا عادل انا ما بحبش حد يرد عليا من يومي. طبعا لا فاكر طبعا من زمان. اهلا ازيك يا طلبه؟ اخبارك ايه وعامل ايه وكله كويس الحمد لله؟ كله تمام الحمد لله. لا وايه اللي لا ولا؟ حاضر. هدخل بقى انا دلوقتي اشوف الناس اللي جوه يشربوا ايه. ها الناس اللي جوه يعني يشربوا ايه. وانت في حد عندك جوه عادل؟ لا ما فيش يا سيدي، اصل واد اهبل زي ما انت شايف يعني، فطول الوقت بيقعد يتعامل مع التماثيل ان هم ناس ويروح يقول لهم تشربوا ايه ويقعد يتكلم معاهم ويحاول ياكلهم ويشربهم. بقول لك اهبل قوي يعني. ايوه. فين البضاعه يا معلم؟ بضاعتي. البضاعه اللي انت شايلها على قلبك وعمال تقول لي تعالى استلمها تعالى استلمها. لا انا مش فاكر خالص بضاعتي. مش فاكر ايه يا عم عادل؟ فين البضاعه يا عم؟ ده انا شوقي طلبه. فين البضاعه؟
ايوه طول بقى، يعني حدد لي ايه هي البضاعه بالظبط يا جدع. انت الشوكولاته. الشوكولاته، وهي دي اللي انت عامل عليها دوشه واوعه وشوق طلبه وبتاع، مستخسر في اخوك عادل شويه شوكولاته ب 200 300 جنيه. يا صلاه النبي، الشوكولاته الشويه اللي انت بتقول عليهم دول يسوا نص مليون جنيه، يعني خساره فيكوا في اللي خلفوك. نص مليون جنيه ليه يا عم؟ شوكولاته فيها ذهب دي ولا ايه؟ لا يا اخويا فيها مخدرات. ايه ده؟ شوكولاتة فيها مخدرات؟ ايه ده، في ايه؟ جديد عليا يعني. ايوه يعني انت كنت حاطط في الشوكولاتة مخدرات؟ في ايه يا عم عادل؟ ايوه يعني معقولة انت اكلتني انا وعيالي شوكولاتة فيها مخدرات؟ ما سمعني يا دولة. ايه يا عم في ايه، مالك جرالك يا عادل؟ ده انا عامل معاك واجب يعني، ومخليك تقضي يوم جميل مع اسرتك. يوم جميل ايه؟ يوم جميل في مخدرات؟ لا انت هتسوق الهبل على الشيطان يا معلم. هتجيب البضاعه ولا اديك في دماغك؟ مخدرات مخدرات. اخلص بقى، اقف مكانك اوعى اتحرك. ايه ما تتفش الموقف لو سمحت يا رمز. نهار اسود عليك يا شوقي، يعني انا اعذب الانتربول واجي يتقبض عليا هنا على ايد عادل والاهبل رمزي؟ بس ما تقولش اهبل ورمزي. امسك يا باشا. اتفضل معانا. طب اجيب الشاحن. يلا ماشي. يلا ماشي. يلا دول هم واخدينهم ورايحين فين؟ مش رايحين، لا مش رايحين، يتفسحوا. طب بقول لك ايه بقى؟ اب بقى عايز حته شوكولاته. عايز شوكولاته؟ شفت الضابط اللي خرج من شويه؟ اه. روح قول له ان الشوكولاته دي بتاعتك انت يا ده رمز.